رحيم. اول حاجه بغيت نقول لكم ان شاء الله كنبشر الجمهور الرجاوي عامه بان هذه مقابله اليوم غتلعب على جزئيات صغيره، وكان كيف العاده الفريق رجع كيكبر بحال هذه الماتشات، كنعطي جميع الامتيازات ان شاء الله بالفوز. وخا عندنا غيابات، عندنا وزينه، ولكن الحمد لله حنا عندنا ثقتنا في لي جون ديالنا في المدرسه ديالنا الرجاويه كيف العاده. بالنسبه للمقابله ديال اليوم غادي تحسم البطوله، واش فريق الرجاء مشد العصبه؟ هو فريق الرجاء البيضاوي اليوم مقابله بطوله، العصبه كتبقى منافسه اخرى، حنا دزنا العصبه نصف نهائيه، ولكن البطوله بالنسبه لنا لا اله الا فزنا اليوم بالبطوله غنبقاو ديما مركزين على العصبه ان شاء الله. ديما الجروب غيكون متحمس، ديما غيكون واحد الامال، ديما غيكون واحد الانسجام بين 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 اللاعبين. وا اللي جاي يقضي الغرض، الحمد لله اللي جاي يقضي الغرض، حنا المهم هو الفوز، هو 3 بوان اللي غتجعلنا فائزين بهذه البطولة، اللي تمحلنا عليها بكل صراحة، بالظلم، بالتحكيم، بجميع المكونات كانت ضدنا، ولكن الله ديما كان كينصرنا الحمد لله، حيت ربي ما كيبغيش الظلم، ديما كينصرنا الله سبحانه وتعالى، وديما رجاء، وكنبشر كنترجى من الله في هذا النهار تكمل لينا الفرحة ديالنا بالفوز بهذه البطولة إن شاء الله. وبطبيعة الحال جمهور الرجاء ديما كيكون معنا في السراء والضراء، الحمد لله ديما معنا بجنبنا، ولا كان الفوز بالبطولة أول واحد اللي كيستحقه هو فريق الجمهور، هو الجمهور الرجاء البيضاوي اللي كيتمحن، اللي كيتبعنا في جميع المدن، عنده ولا ما عندوش كيتكلف بالصوائر ديالو باش يحب لهاد الفرقه ديالنا، حب الرجاء حب كبير، مشى خارج ارض الوطن الحمد لله، وانتم كتعرفوا هاد الشيء، ونتمنى لكم التوفيق.